طبعا بالنسبة للكشافة الإسلامية الجزائرية خلال هذه العهدة 2023-2028 هناك العديد من التحديات، هناك العديد من البرامج والأنشطة، يعني خطة استراتيجية متكاملة ومنسجمة ومتشعبة تؤدي في النهاية إلى جعل هذه المنظمة منظمة كبيرة جدا، منظمة رائدة على المستوى الوطني. نستهدف من خلال العضوية فقط إلى إيجاد أكثر من 500,000 نصف مليون منتسب لهذه المنظمة، الجودة التربوية، الخدمة المجتمعية، يعني الكثير من الأنشطة على غرار ما ينتظر الكشافة خلال الأيام القادمة وهو حلول شهر رمضان المبارك، اللي موجودة هناك عدة برامج وعدة أنشطة تضامنية بالدرجة الأولى، لأن جزء من مكونات هذا المجتمع نسعى من خلال جمعية المجتمع المدني، من خلال الجمعيات، من خلال الهيئات، إلى تقديم الدعم وتقديم الدعم وكذلك المساهمة في تخفيف العبء هذا الشهر على الكثير من العائلات الجزائرية. وطبعا نحن متواجدين هنا على مستوى خاصة في ولاية تشلف من أجل المرافقة، من أجل المتابعة كذلك. وإضافة إلى كل هذا أن هناك إضافة إلى الجانب التضامني، هناك برنامج توعوي، برنامج كذلك تربوي، مسابقات دينية متعلقة بشهر رمضان الفضيل في القرآن الكريم، في الحديث النبوي، المسابقات الفكرية، المسابقات المتعلقة بالفتيان والفتيات، يعني هذا الشيء اللي راحين نسهروا عليه خلال هذا الشهر. وطبعا متواجدون في كل المحطات، متواجدون كذلك في كل الولايات بنفس البرنامج بنفس المنهاج. ونتمنى رمضان مبارك لكل الشعب الجزائري، رمضان مبارك كذلك لكل الفتية والفتيات، لكل منتسبي الحركة الكشفية، وشكرا لكم.